السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلبة صف ثالث ثانوي علمي وأدبي. إن شاء الله النهاردة من فرع التفاضل هنحل أسئلة على النظام الجديد لدرس قواعد الاشتقاق اللي هو الدرس الثالث. بالنسبة للأسئلة التراكمية على الدرس ده هننزلها بكرة إن شاء الله على قناة المراجعات. النهاردة هدفنا إن احنا نحل أسئلة على النظام الجديد، بس قبل ما نحل تعال فكرك الدرس كان بيتكلم عن ايه. كان بيقول انا لو معايا دالة كانت بتساوي مثلا سين اس خمسة تعرف تشتقها؟ قلت له ايوه. قال طب لو انا كان معايا دالة بتساوي سين اس خمسة زائد اربعة سين زائد تلاتة، قلت له اعرف برضه اشتقها. دالة سين بتساوي سين ناقص واحد في سين زائد تلاتة، قلت له اعرف اشتقها. دالة س بتساوي س ناقص 5 على س ناقص 4، قلت له اعرف اشتقها برضه. دالة س بتساوي ا س زائد ب لما س اكبر من او تساوي الواحد، و س زائد 3 لما س اصغر من الواحد، قابلة للاشتقاق عند س تساوي 1، تعرف تجيب لي ألف وب؟ قلت له أيوة. ده أفكار الدرس. أول حاجة بيقولك أنت إزاي بتشتق أصلا لو معاك دالة؟ طب لو معاك مجموع دوال تتصرف إزاي؟ طب لو كان حاصل ضرب دالتين؟ طب في القسمة؟ طب في دوال متعددة التعريف؟ دي بالنسبة للعلم بس، دول علم وأدبي. قاعدة الاشتقاق قالت يا باش مهندسين ان احنا بننزل الاس، يعني انا لو معايا دالة س كانت بتساوي س اس ن، فالمشتقة الاولى ليها بتساوي ن بننزل الاس ونطرح منه واحد، ده كده كان رمز المشتقة الاولى. يعني لو كان قبل دي اسمها صاد كان قال لي دال صاد دال س، ده كده رمز المشتقة الأولى، وكان ممكن يكتب ديت دال سين أس خمسة دال سين، دي معناها برضو المشتقة الأولى. يعني دول كده كانوا أشكال المطلوب، لما يقول لك هات لي دال شرطة لإما دال صاد دال سين لإما دال دال سين. تمام يا أستاذ، يعني المسألة دي من الآخر حلها إيه؟ حلها دالة شرطة سين هننزل الأس ونطرح منه واحد. طب هنا يا أستاذ هما كذا دالة مع بعض، امشي بنفس الطريقة. دال شرطة س بتساوي هننزل الأس بقت خمسة س واطرح من الأس واحد أربعة. هنا الأس كام؟ هنا الأس واحد، نزل الأس واطرح منه واحد، بقى هنا صفر. س أس صفر مش بواحد؟ تمام يا أستاذ، الواحد في أربعة بأربعة، زائد التلاتة، ما التلاتة دي جنبها سين أس صفر لأن دي تعتبر تلاتة في واحد، والواحد سين أس صفر. فلو جينا نزلنا الأس اللي هو صفر دي هتروح صفر في تلاتة بصفر، فعشان كده عملها قواعد ثابتة وقال لك إيه؟ إن الدالة الثابتة، الدالة الثابتة المشتقة الأولى ليها بتساوي صفر، والدالة الخطية المشتقة الأولى ليها بتساوي المعامل، يعني الرقم اللي قدام سين. الدالة الخطية بنعرفها بتكون السين أس واحد أو الدالة اللي من الدرجة الأولى. بعد كده قال أنت لو لقيت دالتين مضروبين في بعض كان لهم قانون، الأولى في مشتقة الثانية، زائد التانية في مشتقة الأولى. بننزل الأولى زي ما هي ونشتق اللي بعدها، زائد اللي اشتقناها قبل كده بننزلها زي ما هي ونشتق الأولى، علشان لو جات لك كذا دالة، يعني افرض جات لك دالة في دالة في دالة في دالة، تشتق واحدة وتسيب الباقي، زائد تشتق التانية وتسيب الباقي، زائد تشتق التالتة وتسيب الباقي زي ما هو من أصل السؤال. يعني هنا الأولى أهي سيبناها زي ما هي،
هنشتق القوس التاني زائد اللي اشتقناه ده هننزله تاني زي ما هو في مشتقة الأولى. كده يبقى أنا اشتقتها. وكان قانون الاسم يا أستاذ المقام في مشتقة البسط ناقص البسط في مشتقة المقام على المقام أس 2. طب بالنسبة لدوال متعددة التعريف، طالما قالك إن هي قابلة للاشتقاق يعني متصلة، افتكر السلم، متصلة يبقى قابلة للاشتقاق؟ لا يا أستاذ، هو لو قال قابلة للاشتقاق دي معناها إن هي متصلة، إنما ما ينفعش أقول متصلة تبقى قابلة. طالما قال قابلة يبقى متصلة عشان درجة السلم اللي قبلها موجودة. متصلة يعني هنعوض عن السين بواحد، بقى ألف زائد ب بيساوي، هنعوض عن السين هنا بواحد أربعة، يعني دالة الموجب بتساوي دالة السالب. قابلة للاشتقاق يا أستاذ يعني مشتقة دي هتساوي مشتقة دي. دي لما اشتقناها طلعت بألف، ودي لما اشتقناها طلعت بواحد. يبقى معنى كده يا أستاذ إن الألف بواحد، حطينا الألف بواحد ومنها الباء بتلاتة. تعالوا نتدرب ونشوف أسئلة على النظام الجديد. إذا كان دالة س بتساوي واحد ع س، يبقى دال شرطة واحد بكام؟ في ناس بيحلوا السؤال ده بطريقين اتنين. واحد قال يا أستاذ إحنا نجيب المشتقة الأولى، إن إحنا نضبط السؤال الأول نطلع دي من تحت لفوق كده، ونقوم جايبين لك المشتقة الأولى ننزل الأس ونطرح منه واحد، بعد كده هنعوض يا أستاذ بالواحد، يبقى سالب واحد في واحد أس سالب اتنين، يطلع الناتج بسالب واحد اللي هو الاختيار ده. وفي واحد تاني قال لأ أنا همشي يا أستاذ بقانون القسمة اللي هو المقام في مشتقة البسط، المقام في مشتقة البسط ناقص البسط في مشتقة المقام على المقام تربيع. طلعت معاه بسالب واحد ع س تربيع، لو هيعوض مكان السين بواحد يبقى الناتج سالب واحد برضه. لو كانت المشتقة الأولى عوضنا فيها باتنين كان الناتج بخمسة، وكانت الدالة س تربيع زائد ميم س زائد خمسة، يبقى ميم بكام؟ قلنا له المشتقة الأولى بتاعتنا معناها 2 س زائد م، بننزل الأس ونطرح منه واحد، والخطية يا أستاذ بنسيب المعامل بتاعها. هنشيل السين ونحط 2 الناتج بخمسة، 2 في 2 بأربعة زائد م بتساوي خمسة، ومنها الم بواحد اللي هو الاختيار ده. لو كان دالة س بتساوي س أس خمسة فإن نهاية ه تقترب من الصفر، دالة س زائد خمسة ناقص دالة س على ه. قلنا له يا أستاذ ده الكلام ده معناه ده كده ده تعريف المشتقة الأولى، يعني أنت كأنك هنا قلت لي أنا عايز دال شرطة س، يعني بننزل الأس ونطرح منه واحد اللي هو الاختيار ده. إذا كانت ص بتساوي واحد على جذر س فإن دال ص دال س بتساوي إيه؟ قلنا له يا أستاذ حضرتك دوت كسر، في طريقين اتنين، لا إما نرفع الكسر ده نطلع ده من تحت لفوق نقول إن هو أس سالب نص، وكنا بنقول إن ص شرطة بتساوي هننزل الأس ونطرح منه واحد، والأس السالب ده معناه إنه بيقلب اللي تحته، يبقى سالب واحد على اتنين س أس 3 ع 2، والأس 3 ع 2 ده معناه س أس نص في س أس 1، لأن 3 ع 2 دي معناها 1 ونص، والنص ده كان جذر تربيعي يبقى 2 س جذر س اللي هو الاختيار ده يا أستاذ. وفي ناس ما كانتش بتحل كده، كانت بتقول لا أنا همشي بالقانون عادي. إيه هو القانون؟ المقام جذر س في مشتقة البسط
ناقص البسط واحد في مشتقة المقام، دي سين قص نص، هننزل النص ونطرح منه واحد على المقام تربيع سين، دول كده راحوا. تمام، الأس السالب هينزل ده، دي سين أس سالب نص، هتنزل تحت بجذر سين، الأس سالب هينزلها تحت، هنشيل السالب نص وهنحط مكانه الجذر، والنص ده يا أستاذ معناه اتنين في المقام، طلع نفس الإجابة. دالة سين بتساوي ألف تربيع، حيث ألف ثابت. معناه إيه ألف ثابت؟ ألف ده رقم. تمام يا أستاذ، الألف ده يعتبر جنبه سين أس صفر لأنه مضروب في واحد. لو جينا ننزل الأس صفر في أي حاجة، مش بقى الناتج صفر؟ دايما الدالة الثابتة مشتقتها بصفر، بس خلي بالك، شفت دي ودي؟ إيه الفرق ما بين الاتنين دول؟ دي اسمها دالة ألف، يعني ألف هنا هو اللي مجهول، فأنا هشتقه عادي، هنزل الأس واطرح منه واحد اللي هو الاختيار ده. فرق ما بين لو ألف ثابت أو لو كان ألف مجهول. ص بتساوي 3 الجذر الرابع لس، يبقى المشتقة الأولى بكام؟ قلنا له الجذر الرابع معنى إيه؟ معناه س أس ربع، دي كده كانت ص، يبقى المشتقة الأولى اللي هي د ص د س نقدر نقول عليها ص شرطة، بننزل الأس اللي هو 3 في ربع ب 3 أرباع، ونطرح منه واحد سالب 3 أرباع، كده نشتقتها. كل اللي جاي بقى تصفيات، ادي التلات ارباع، هننزل الاس ده يا استاذ تحت، ليه؟ عشان كان بالسالب. تلات ارباع يعني ايه؟ تلات ارباع يعني تلاتة في ربع. يعني ايه ربع؟ يعني الجذر الرابع، يبقى اربعة الجذر الرابع لسين اس تلاتة، اللي هو الاختيار الاخير. ص بتساوي اتنين ع س زائد س ع اتنين زائد اتنين، المشتقة الأولى بكام؟ قلنا له يا أستاذ عادي خالص، ممكن نطلع دي من تحت لفوق، يبقى 2 س أس سالب 1 زائد نص س زائد 2 س ع 2 يعني نص س، يبقى المشتقة الأولى بتساوي، هننزل الأس يبقى سالب 2 س أس سالب 2 زائد نص، يبقى الناتج يا أستاذ سالب 2 على س أس 2 زائد نص، مش موجود في الاختيارات. وحد المقامات، 2 س تربيع بنضرب دول في بعض، ودول كده ودول كده، 2 في سالب 2 بسالب 4 زائد س تربيع اللي هي س تربيع ناقص 4، يعني الاختيار ده اختيار صحيح. س في ص بتساوي 81، دال ص دال س بكام؟ قلنا له يا أستاذ دي معناها ص بتساوي 81 على س، عملت إيه؟ شلتها من الضرب هنا، قسمت عليها. في ناس في تالتة ثانوي بيشتقوها زي ما هي كده، بس هم دارسين حاجة اسمها اشتقاق ضمني، أنتوا لسه ما خدتهوش، فلازم تخلي الص لوحدها، حتى لو الص دي كان جاي لك عليها أس شيله. هنا يا أستاذ هنقول له دي معناها 81 س أس سالب 1، يعني د ص د س هتكون ب 81 بالسالب س أس سالب 2، نزلنا الأس وطرحنا منه 1، دي معناها سالب 81 على س أس 2، س أس 2 هنعوض عنها ب 9، يبقى سالب 81 على 81 بسالب 1 اللي هو الاختيار ده. د س بتساوي س أس ن زائد س أس سالب ن، د شرطة واحد بكام؟ قلنا له يا أستاذ معنى الكلام ده إن أنت عايز المشتقة الأولى، يبقى د شرطة بتساوي هننزل الأس ونطرح منه واحد، هنا هننزل الأس ونطرح منه واحد، هنعوض مكان السين بواحد، يبقى الناتج ن ناقص ن، واحد أس أي حاجة راحت خلاص، ن ناقص ن بكام؟ بصفر. إذا كان ن ينتمي للصحيحة الموجبة، ودالة س بتساوي ن س أس ن، دالة شرطة واحد بتساوي 9، فإن ن تساوي كام؟
قلنا له يا أستاذ حضرتك قلت المشتقة الأولى عوض عن السين بواحد، فأنا هذا أجيب المشتقة الأولى هننزل الأس بقى نون في نون بنون تربيع ونطرح منه واحد. قال لما تشيل السين وتحط واحد الناتج يطلع بتسعة، شلنا السين وحطينا واحد بقى هنا واحد أس نون ناقص واحد هي الواحد برضه. هنشيل الجذر يا أستاذ يبقى بموجب أو سالب تلاتة، بس هو قال إيه؟ صحيحة موجبة، يبقى النون بتلاتة. دال سين يعني عايز المشتقة الأولى لخمسة باي، ما باي دي الرقم ثابت أصلا، يبقى الناتج صفر لأن دي تعتبر دالة ثابتة. دالة سين بتساوي سين زائد تسعة على سين، وكانت المشتقة الأولى بصفر. سين بكام؟ قلنا يا أستاذ إحنا نضبط المسألة دي الأول، سين زائد تسعة سين أس سالب واحد دي معناها واحد ناقص تسعة سين أس سالب اتنين، معناها واحد ناقص تسعة على سين أس اتنين. الناس اللي عايزة تمشي بقانون القسمة مفيش مشاكل. هنيجي نسويها بالصفر يا أستاذ، هو قال يبقى هنا صفر بيساوي واحد ناقص تسعة سين تربيع، تسعة على سين تربيع بتساوي واحد، عديت دول بإشارة مخالفة وسطين في طرفين، سين أس اتنين بتسعة، هنشيل أس اتنين نجيب الجذر يبقى بموجب أو سالب تلاتة، اللي هو الاختيار ده. الناس اللي بتخاف من السؤال ده ما تخافش منه خالص، دول عبارة عن دوال. مشتقة الدالة دال مش بنرمز لها بدال شرطة؟ مشتقة الدالة التربيعية بننزل الأس ونطرح منه واحد. مشتقة الدالة ر، الدالة رمز الاشتقاق بتاعها ر شرط، كده انت اشتقتها. بيقول لك بدل السينات وحط تلاتة. قلت له بقى دي دال شرطة تلاتة بتساوي تمانية، هنشيل السين ونحط تلاتة، زائد في الدالة ر هنشيل السين ونحط تلاتة. فديت يا أستاذ لقيتك قلت لي إن دي بسبعة بتساوي 24 زائد ر شرطة تلاتة، يبقى معنى كده إن ر شرطة تلاتة دي هتساوي سالب 17، اللي هو الاختيار ده. إذا كان دالة سين بتساوي 5 من ر سين زائد 20، فإن المشتقة الأولى للدالة ر بكام؟ قلنا له يا أستاذ عادي خالص، حضرتك لما بنشتق دي بيكون اسمها دال شرطة، وما بنشتق الدالة ر بنسميها ر شرطة. مش فاهم يا أستاذ حتة الخمسة دي معناها ايه؟ يعني كأنها مثلا خمسة سين، مش كنت بتنزل الأس تضربه في ده وتطرح منه واحد؟ بما ان دي دالة فبنحطها دال شرطة. عاوزين قيمة ر شرطة سين، يعني عايز دي لوحدها مش أقسم على الخمسة. لما نقسم على الخمسة كأني بقول خمس دالة شرطة سين، دي قيمة ر شرطة سين، اللي هو الاختيار الأخير. دالة شرطة سين بتساوي سين زائد ألف في سين تربيع ناقص ألف، دالة شرطة سالب واحد بكام؟ قلنا له يا أستاذ دول ضرب دالتين، المشتقة الأولى الأولى في مشتقة التانية في كام؟ في اتنين سين، زائد التانية اللي هي سين تربيع ناقص ألف في مشتقة الأولى بواحد. بيقول لك لما تشيل السين وتحط سالب واحد في المشتقة الأولى، يعني سالب واحد زائد ألف في سالب اتنين، اتنين في سين، زائد سالب واحد أس اتنين بواحد ناقص ألف، قال إن الناتج بأربعة، دخل السالب اتنين يبقى اتنين ناقص اتنين ألف زائد واحد ناقص ألف بتساوي أربعة، جمع اللي زي بعضه سالب تلاتة من ألف زائد تلاتة بتساوي أربعة، سالب تلاتة ألف بتساوي نعد الواحد بإشارة مخالفة، نعد التلاتة اتبقى واحد، نقسم على التلاتة يبقى الناتج سالب واحد على تلاتة، اللي هو الاختيار ده. إذا كانت صاد بسين تربيع زائد اتنين سين زائد أربعة على سين تربيع ناقص اتنين سين زائد أربعة، المشتقة الأولى بتساوي صفر، سين بكام؟ قلنا له معناها إيه المشتقة الأولى؟ ده دي اسم يا أستاذ، يبقى المقام
في مشتقة البسط 2 سين زائد 2 ناقص البسط نفسه سين تربيع زائد 2 سين زائد 4. في مشتقة المقام في لما نشتق المقام بقت بتساوي 2 سين ناقص 2 على المقام أس 2. قال إن المشتقة دي بصفر، معنى إن هي بصفر لو عملت وسطين في طرفين كل الكلام ده هسويه بصفر، عايز أصفي اللي فوق مفيش مشاكل. 2 سين في سين تربيع ب 2 سين تكعيب، 2 في 2 ب 4 سين تربيع، 2 في 4 ب 8 سين، زائد 2 سين تربيع ناقص 4 سين زائد 8، ده لما ضربت القوس في كله. هنا يا أستاذ ناقص، هضرب القوس ده في كله. 2 سين في سين تربيع بسالب 2 سين تكعيب، 2 سين في 2 ب 4 في سالب بسالب 4 سين تربيع، 2 في 4 ب 8 في سالب بسالب 8 سين. هنا يا أستاذ سالب 2 في سالب بموجب، يبقى موجب 2 سين تربيع. بعد كده سالب في سالب بموجب 4 سين، بعد كده موجب 8. تعال نجمع كل الكلام ده، طبعا كان على القوس ده تربيع. جينا نجمع يا أستاذ 2 سين تكعيب راحت مع سالب 2 سين تكعيب، 8 سين راحت مع سالب 8 سين، سالب 4 سين راحت مع 4 سين. إيه اللي اتبقى؟ اللي اتبقى يا أستاذ سالب 4 سين تربيع و2 سين تربيع وسالب 4 سين تربيع و2 سين تربيع، يعني نقدر نقول كده دول راحوا، اتبقى سالب 4 سين تربيع. 8 و8 16 على سين تربيع ناقص 2 سين زائد 4 الكل أس 2 بتساوي صفر. هو قال إن المشتقة بصفر، وسطين في طرفين، شلنا يا أستاذ السالب دول كده راحوا بصفر لما عملت وسطين في طرفين، عديت ال 16 بإشارة مخالفة، شلت السالب مع السالب، هقسم على الأربعة يبقى سين تربيع بأربعة ومنها السين بموجب أو سالب 2. إذا كان دالة س بتساوي س تربيع زائد أ س زائد باء، وكانت المشتقة الأولى لما تعوض بخمسة هتطلع ضعف المشتقة الأولى لما تعوض بسبعة اتنين، ده معنى الكلام. جينا نجيب المشتقة الأولى طلعت باتنين س زائد أ، هنعوض بالخمسة يبقى عشرة زائد أ بتساوي ضعف لما تعوض بسبعة اتنين، يعني هنعوض هنا بسبعة اتنين، اتنين في سبعة اتنين بسبعة زائد ألف، يبقى عشرة زائد ألف بتساوي اتنين في سبعة باربعتاشر زائد اتنين ألف، ومنها الألف هنعدل الاربعتاشر بإشارة مخالفة، يعني الألف طلع بسالب أربعة اللي هو الاختيار ده. إذا كان دالة س بتساوي س تكعيب ناقص 3 س تربيع ناقص 5 س زائد 6، نهاية ه لما تقترب من الصفر دالة 1 زائد 2 ه ناقص دالة 1 على ه. إيه ده يا أستاذ؟ هو مش المفروض القانون دالة س زائد ه ناقص دالة س على ه؟ يعني دالة 1 زائد ه ناقص دالة 1 على ه؟ أيوه، الاتنين دي فايدتها إيه؟ فايدتها انك هتاخد ضعف ناتج المشتقة الاولى، ضعف ناتج المشتقة الاولى. فجينا قلنا له هنجيب المشتقة الاولى بتلاتة سين تربيع ناقص ستة سين ناقص خمسة، هنعوض مكان السين بواحد، يبقى هنا تلاتة ناقص ستة ناقص خمسة طلعت بسالب تمانية. اذن نهاية ه تقترب من الصفر دالة واحد زائد اتنين ه ناقص دالة واحد على ه بتساوي ضعف المشتقة الأولى، يبقى الاتنين في سالب تمانية بسالب ستاشر. يعني لو كان هنا تلاتة يا أستاذ هناخد تلات أمثال المشتقة الأولى. دالة س بتساوي س ناقص أربعة في س ناقص خمسة في س ناقص ستة في س ناقص سبعة، المشتقة الأولى لما يعوض بسبعة. قلنا له يا أستاذ في حاجة هتريحنا وحاجة هتتعبنا، لو
فاهم معنى ايه ضرب المشتقات دي كلها هتريح نفسك، مش فاهم هتضطر تتعب. بفرض ان انا مش فاهم، جيت مسكت واحدة اشتقتها وسبت الباقي زي ما هو، زائد اللي انت اشتقتها هتسيبها وتشتق اللي بعدها وتسيب الباقي زي ما هو، زائد وهكذا، س ناقص 4 في س ناقص 5 في 1 في س ناقص 7، زائد س ناقص 4 في س ناقص 5 في س ناقص 6 في 1. عملت ايه؟ كل مرة بشتق قوس مختلف وبحط ما بينهم زائد. فطبعا احنا لو عوضنا بالسبعة، سبعة ناقص سبعة صفر في أي حاجة راحت، دول كلهم راحوا، يبقى الأماكن اللي كان فيها قوس س ناقص سبعة ما كنتش أشتقها، يعني كنت أشتق اللي فيه س ناقص سبعة. ده لو أنت فاهم الموضوع. هنا يا أستاذ هنعوض بالسبعة، يبقى تلاتة في اتنين في واحد، يطلع الناتج بستة اللي هو الاختيار ده. إذا كان دالة س بتساوي س تربيع ناقص س زائد 4، المشتقة الأولى لما تعوض بكاف بتساوي المشتقة الأولى لما تعوض باتنين زائد الدالة الأصلية لما تعوض باتنين. ده معنى الكلام ده. فقلنا له المشتقة الأولى باتنين س ناقص واحد، هنعوض بالكاف أول حاجة، يبقى اتنين كاف ناقص واحد، بيقول لك عوض في المشتقة الأولى باتنين، يبقى 4 ناقص 1 3، زائد الدالة الأصلية عوض ب 2، 4 ناقص 2 ب 2 زائد 4 6، يبقى 2 كاف بتساوي 9 زائد 1، دول ب 9 وعدينا الواحد، ومنها الكاف بتساوي 5 لما قسمنا على الاثنين. إذا كان دالة س دالة زوجية، وليكن مثلا إن أنا حطيت دالة زوجية س تربيع، مشتقتها هتكون ايه؟ المشتقة بتاعتها هتكون فردية. قال لك عوض بألف، قلت له يبقى دي اتنين ألف. طب عوض كده بسالب ألف، قلت له هيبقى سالب اتنين ألف. قال طب لو جمعتهم، قلت له جمعهم بصفر. يبقى المشتقة الأولى للدالة الزوجية بتكون دالة فردية، لأنك بتنقص من الأس واحد. الأس ده كان مخلاها زوجية، لما نقص واحد خلاها فردية. فبما إن المشتقة الأولى فردية، دالة سالب ألف بتساوي سالب من دالة ألف، لو جيت أجمعهم هيساوي صفر، اللي هو الاختيار الأول. أتمنى أن أكون فدتك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.